أول ما عينك تشوفها لازم تقع في غرامها. أول ما تشوف أهلها وناسها تحس معاهم بالدفى والأمان، مهما لفيت مش هتلاقي في طيبتهم وجدعنتهم وخفة دمهم. احنا مهنة قديمة، مهنة تراثية، شغلتنا اسمها الصبور الخجول. أم ولدتني تحت النور، أيوة، فطلعت أحب صنعتي. الجمال ده كله ازاي تبقى أنت في وسطي وما تتعلمش؟ باختصار، مصر هي المصريين، والمصريين حدوتة كبيرة مليانة بالتفاصيل. ما مصر حلوتها اللي هي بتحتفظ بالحاجة. أول منطقة صنعت فانوس رمضان هي يعتبر تحت الرب. حاجة بقالها كتير، يعني بقالها حوالي فوق 50 سنة 60 سنة. سكان قرية تونس بيشتغلوا في الخزف أكبر نسبة يعني. مهنة الخيمية بالأخص عمرها ما هتندثر. وإحنا اخترنا نشوف الجمال ونتكلم عنه بالمصري. بالمصري مع وائل سليمان، قريباً على قناة مصر الأولى.